مازال واحد الفوضى كبيره في الميدان الفني، بغينا او لا كرهنا زعما نقدر نقولها المهنه غير مقننه كتجي، وخصوصا نهضر مثلا انا على الجانب ديال الممثلين بحكم اني ممثله. واحد الزميله توفات الله يرحمها، لبنى فاسيكي. لبنى فاسيكي عمري ننسى انها كانت كتقول لي واحد الجمله عمري ننساها، كتقول لي وسيلة انا راني خفت نشرف وما لعبش الدور ديال شابه، انا هذه عمري ننساها. تخيل واحد وصل 10 سنين وهو متخرج وكثر، كتقول لي ناري انا بديت كنكبر وانا دابا ما لعبتش بنت كتقرا في الليسي. ما نهضرش عليا، نهضر على بزاف الناس اللي مازال سنين هذه وما كيتسناو فرصه واحده حقيقيه ومازال ما وصلتهمش، وممثلين كأكفاء. في حين كتلقى واحد يكون غير يستاهل ماشي مشكل، ما يستاهلش، كياخذ على العاتق ديالو واحد الحمل كبير، غيهز واحد 30 حلقه في دور رئيسي في دور بطولي اللي كيتخلص من حاملي الضرائب الفلوس ديال الناس اللي كتقطع لهم واحد الضريبه باش يتفرجوا. من حقهم فرجه جميله، من حقهم منتوج اللي يليق بهم بذكائهم. الشعب المغربي او المتلقي المغربي يستحق الافضل. بغيتي تجيب وحدين حقا يمكن عندهم عطيه فرصة جوج ثلاثة أربعة، ماشي تجيب 20 واحد كلهم من الانستغرام. علاش حقا؟ حيت عنده الملايين ديال المشاهدة. اسمح لي غادي نجي ليها من غير بعدا تكافؤ الفرص. ما كاينش مازال ما كاينش دي باغيم اللي كتقدر تعتمد عليهم أثناء إمضاء العقد، فكتلقى بأن الممثل هو الحلقة الأضعف في العملية الإنتاجية كاملة. أنا ناجم الحياة ما كنبغيش مشاكل، أنا خدمتي كنديرها وكنرجع للور، كنغيب فقط على التلفازة، مي كنبقى دائما حاضرة في المسرح، حاضرة في الورشات، كنقري المسرح، كندير بزاف د الحوايج اللي حتى هما كيعجبوني وكنبغيهم بزاف. واحد الوقت عاود قلت لا غادي نوقف وغادي نمشي نقرا. مشيت درت ماستر، كانوا عندي بزاف ديال التجارب، خدت تجربة ديال الاشتغال مع الاجانب، صورت فرزازات كثير من الاعمال، اشتغلت مع سوريين، اشتغلت مع مصريين. شكرا بزاف سي عبد الاله، انا فرحانه وسعيده انني نكون معاك في هذا المنبر ديال اخبارنا، ومع اعلامي وصحفي متميز بحالك، فما ترددتش انني نكون معاك ولبيت الدعوه وانا هنايا معكم. شكرا. هي مجموعه ديال الاسباب اللي جات مع بعضها. اول حاجه كما قلتي، انا خريجه المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، دخلت للميدان من باب الواسع، كان عندي شغف وعشق كبير بهذا الشيء اللي كندير. قررت انني ندخل نشتغل نتكون اكاديميا باش منين نخرج للميدان نكون عارفه اليات اشتغالي ونكون عارفه نفهم بعدا شنو هي المهنه. اول حاجه نفهم المهنه ونفهم شنو خاصني ندير باش نكون في المستوى المطلوب. فكما قلت لك كان تكوين اكاديمي. من بعد الحمد لله كانت الانطلاقه ديالي في الاول مزيانه. اشتغلت قبل من التخرج ديالي سنه قبل، كنت اشتغلت في سلسله اللي كانت ناجحه. من بعد الحمد لله يعني توالت الاعمال، جي انشيني من مسلسل الفيلم السيري، والحمد لله انا كنهضر هذه لا بيريود ديال من 2004، ابتداء من 2004 حتى 2010 2012 كانت الامور غاده بشكل سلس. كما قلت لك الحمد لله كتحقق نجاح في واحد العمل، كتم المنادات عليك باش تعاود تدخل في تجربه اخرى مع ناس اخرين. واحد الوقت حسيت كما قلت لك انا واخده واحد المسؤوليه على عاتقي انني ندير هذا الشيء كما كنامن به اولا نرجع للور. جا واحد الوقت لقيت بان بداو كيتقترحوا عليا نفس الادوار اللي كندير، حسيت بانني كنطيح في واحد الرتابه، حسيت بانني انا كممثله تخنقت وباغا نلعب ادوار اخرى اللي ما تقترحاتش عليا. حسيت انني باغا نعطي بزاف ديال الحوايج اللي لحد ديك الساعه ما كانش جا شي مخرج او لا شي عمل اللي يعطيني هذه الفرصه. في نفس الوقت حتى على المستوى اخر كانت شويه بديت كندخل، ما غاديش نسميها، بغيت نختار الكلمه جوست،
بديت كندخل انني كنناقش معهم لي كاشي ديالي كان هذا زعما واقع اللي خصني نقوله. وصلت انني ما يمكن ليش لان كنقدر شنو كندير، كنعرف القيمه ديال راسي وكنعرف كيفاش انا في البلاطو وكيفاش كنحترم خدمتي وكيفاش كنجي في الوقت، كيفاش ما كاين لا مشاكل لا والو، كيفاش كنشتغل مزيان على راسي. فشيء طبيعي انني خصكم تقدروا العمل ديالي وخصني يكون يعني بالمقابل نكون حتى انا ساتيسفيت. لقيت راسي بديت شحال من مره كنعتذر، كما قلت لك مره لانني ما كنقبلش العرض ديال العقد، مره لان لو رول تنقول ما غيزيد لي حتى شي حاجه، وانا ديك الساعه مازال شابه ديال راسي ما كيهمنيش. ربي يخليك. اللي كيهمني اكثر هو انني ندير شي حاجه زوينه ونخلي سميتي زوينه. مع المده لقيت بان هذا هو الميدان العمل ديالي، وغنبقى نرفض 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 فينالمون راه خصني نعيش. وفضلت انني ندير واحد البريك، علاش كنقول لك راه كانوا بزاف ديال الفترات، ندير واحد البريك نخوض تجربه اخرى على انني ندير شي حوايج انا ما راضياش عليهم. فمشيت درت ان ستاج في الاذاعه والتلفزه المغربيه واشتغلت لمده سنه في الاذاعه الوطنيه. وكنت كناخذ لو ستوديو، كان عندي درت اخراج ديال برامج اذاعيه، كانت تجربه جميله جدا اللي لحد الساعه انا مازال مفتخره بها وتعلمت فيها بزاف ديال الاشياء سواء تقنيه او لا يعني في العمل ديال في الاشتغال في الاذاعه بصفه عامه. مي في ديك الوقيته عاوتاني لقيت بان ما يمكنش، خاصني نرجع للشغف ديالي. وسبحان الله العظيم والله شي مرات كيجيوك شي حوايج في ديك لا بيريود اللي انا مرتبطه بعقد مع الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه، عاد كيجيوك دوك العروض اللي كنتي كتمنى كتقول اش هذا العكس. المهم باختصار حبست وعاوتاني رجعت، كانوا عندي بزاف ديال التجارب، خدت تجربه ديال الاشتغال مع الاجانب، صورت فرزازات كثير من الاعمال، اشتغلت مع سوريين، اشتغلت مع مصريين، يعني كنحس بان بهدوء انا كنكتسب بزاف ديال الحوايج مي بهدوء، زعما ما كانش داك الاشعاع الكبير، لان دائما كنفضل نشتغل في الظل وندير شي حوايج كنامن بهم. انا ناجم الحيط، ما كنبغيش مشاكل، انا خدمتي كنديرها وكنرجع للور. فهاد المده كامله كما قلت لك كل مره كنحاول نكتسب في اشياء جديده، نكتسب يعني تجارب جديده. من بعد عاوتاني باش كنقول لك كانوا محطات، من بعد عاود وقفت، لان ما نساوش ان تفاش كنت كنغيب على التلفازه، كنغيب فقط على التلفازه، مي كنبقى دائما حاضره في المسرح، حاضره في الورشات، كنقري المسرح، كندير بزاف د الحوايج اللي حتى هما كيعجبوني وكنبغيهم بزاف. واحد الوقت عاود قلت لا، غادي نوقف وغادي نمشي نقرا. مشيت درت ماستر، مشيت درت ماستر متخصص في التعليم الفني والتربيه الجماليه واحد سنتين. دونك كي دي دو زون سا فو دير راك كتبعد عاوتاني واحد العامين على الساحه وعلى الميدان. قلت ماشي مشكل، هذه ليا انا، سي ان بليزير ديالي، باغا نقرا، باغا نزيد نديفلوبي راسي، سورتو اننا كما قلت لك كنشتغل مع بزاف ديال الفئات في اطار التدريس. اشتغلت مع يعني نزلاء ديال المؤسسات السجنيه، كنشتغل مع الاطفال، كنشتغل مع مسنين. فالتكوين لان سورتو ان الشعبه اللي اختاريت وان التعليم الفني والتربيه الجماليه شي حاجه اللي اكيد غادي تفيدني. دونك حتى داك التوقف بغيتي ولا كرهتي كيخلي بزاف ديال الناس ينساوك، ربما الناس اللي اشتغلتي معاهم، ربما مخرجين، ربما منتجين، واحد الوقت ما كيشوفوكش، دونك اوتوماتيكمون ما كاينش. كيبانوا لي بزاف ديال الحوايج زوينين وبزاف ديال الحوايج خايبين، زعما للامانه وبكل صدق. فرحانه ان ولات عندنا واحد البرمجه كثيره، فرحانه ان ولاو عندنا انتاجات كثار، فرحانه ان تفتح مجال بزاف ديال الناس انهم يشتغلوا في الوقت اللي في واحد الوقت كانوا محسوبين على رؤوس الاصابع الانتاجات وايضا الممثلين. فولا عندنا واحد المشتل كبير ديال التقنيين، ديال الفنانين، ديال الممثلين، شركات انتاج، دعم كيتعطى بزاف، دونك شيء كيفرح. نسبيا طلعت فوالا الجوده نسبيا، حيت فاش كتكون عندك منافسه
اكيد غادي 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 تطلع الجوده. مي بزاف ديال الحوايج خايبين اللي بالنسبه لي مازال خاص يتحسن فيهم. مازال واحد الفوضى كبيره في الميدان الفني، بغينا او لا كرهنا زعما نقدر نقولها. ما كاينش المهنه غير مقننه كتجي، خصوصا نهضر مثلا انا على الجانب ديال الممثلين بحكم اني ممثله. هنا غادي نجي ليها من غير بعدا تكافؤ الفرص. ما كاينش دي باغيم اللي كتقدر تعتمد عليهم اثناء امضاء العقد، فكتلقى بان الممثل هو الحلقه الاضعف في العمليه الانتاجيه كامله. التقنيين وهذه تحسب لهم، قدروا انهم يحسموا العقود ديالهم فوقاش كيتخلصوا من الاسبوع للاسبوع، كيكونوا في واحد لا زون دو كونفور اللي مزيانه. كتجي حتى الممثلين كتقدر تفرض عليه الا ما كانوش عنده علاقات وصحاح مع منتجين، لما كانش كيعرف يسوق راسو مزيان، الا سينون كتلقاه كيقدر يتفرض عليه ان كاشي ومينابل وتيكون عنده واحد الاختيار، اما يقبل باش يبقى خدام، اما غيقول لا وغيستقجبها في راسو. دونك هاد المساله هادي ديال ان فاش كيجي الممثل يمضي العقد ديالو كتكون عنده واحد الضبابيه، ما الامور ما واضحاش. عاد كاين هاد المشكل ديال الناس هادي اللي بغيت نجي ليها. راه قلتي مابقاش المعيار هو الكفاءه نهائيا، ولا المعيار واش عندك في انستغرام. اكزاكتومون هادي شرتي ليها حسايه ديال تكافؤ الفرص، ما كايناش. انا ما نهضرش على راسي، نقدر نقول خديت حقي وحقي مازال غناخذو، لاننا دائما كنعتبر راسي في البدايات وفيما وقفت تنقول استراحه وغادي نعاود نرجع وغادا بخطى ثابته، وعارفه راسي مزيان شنو كندير، وعارفه بان الناس ما عمرهم ما كينساوني ودائما كيبغيوني وكيسولوا فيا. الحمد لله ربي يخليك. زعما هذا بكل تواضع مي حقيقة، ما نهضرش عليا، نهضر على بزاف الناس اللي مازال سنين هادي هما كيتسناو فرصة واحدة حقيقية ومازال ما وصلتهمش، وممثلين كأكفاء. زعما شنو نقول لك، ممثلين رجال وعيالات، بنات وولاد، كنعرفوهم مزيان، كيتسناو بصح فرصة حقيقية ديالهم، في حين كتلقى واحد يكون غير يستاهل ماشي مشكل، ما يستاهلش، كياخذ على العاتق ديالو واحد الحمل كبير، غيهز واحد 30 حلقه في دور رئيسي، في دور بطولي، اللي كيتخلص من حاملي الضرائب الفلوس ديال الناس اللي كتقطع لهم واحد الضريبه باش يتفرجوا. من حقهم فرجه جميله، من حقهم منتوج اللي يليق بهم بذكائهم. الشعب المغربي او المتلقي المغربي يستحق الافضل، من فاتح على عوالم كثيره وكيعرف شنو الخايب وشنو المزيان، فمن حقنا اننا نفرجوه مزيان، من حقنا اننا حتى حنا نعتمدوا في افلامنا وفي مسلسلاتنا وفي الانتاجات كامله ديالنا، نون سولمون على سيناريوهات زوينه ولا على تقنيين زوينين، ولكن ايضا على ممثلين مشخصين اللي يجيو في الاماكن ديالهم. واخا عندك فيلم او لا، نهائيا عندك مسلسل واحد 30 ولا 40 ممثل، واخا عطي فرصه لناس اخر، عطي فرصه بغيتي تجيب وحدين حقا يمكن عندهم موقف، واخا عطي فرصه جوج ثلاثه اربعه، ماشي تجيب 20 واحد كلهم من الانستغرام. علاش حقا؟ حيت عنده الملايين ديال المشاهده. اسمح لي، ملايين ديال المشاهده سي دو كوميرسيال. لما كنسوقوا حنايا لشي سلعه كنسوقوا العطور ولا كنسوقوا لاياش باش تجيب لي واحد عنده المشاهده، ولكن راه الناس في ديورهم هما اللي باغيين المشاهده ديال بصح، الناس باغيين يتفرجوا ديال بصح، فجيب ممثلين. كاين بزاف ديال المعاهد اللي كتكون ممثلين سنويا كيتخرجوا كيتسناو الفرص ديالهم، ممثلين حقيقيين واكفاء، وكتمشي لهم بلاصتهم للاسف. فانا هذا الشيء بصح كيحز شويه في النفس، وكما قلت لك ماشي ما كنهضرش عليا، كنهضر على بزاف. مازال انا قلت لك خديت شويه الفرص ديالي ومازال غناخذهم، مي كاين بزاف اللي مازال ما عمرهم ما تعطاتهم هذه الفرصه. تخيل كتخرج نفس الوجوه في هذا العمل نفس احترامي، حيت في وسط هذه الوجوه اللي كتهضر عليهم كاين بزاف ديال الاصدقاء ديالي، زملاء اصدقاء اللي بصح يستحقوا، زعما ما كنكروش هذا الشيء، كاين بزاف اللي يستحقوا، ولكن كاين بزاف اللي ما يستحقوش ومفروضين. هذه سنوات الاخيره كثيره مفروضين، فانا كنقول بصح جيبوا الممثلين ديال بصح، بركه من هذا العبث. الجمهور كيستحق فرجه
في المستوى، في المستوى المطلوب. زعما المنافسه العربيه اللي كنت الفضائيات العربيه اللي كتشوف المنتجات الدراميه في القرن الاخر. غنفتح واحد القوس خويا عبد الاله. واحد الزميله توفات الله يرحمها، لبنى فاسيكي. لبنى فاسيكي عمري ننسى انها كانت كتقول لي واحد الجمله عمري نساها، وممثله حقيقيه، ممثله واعره بزاف. شوف من شحال من عام وهي تخرجات وكتشتغل في المسرح وكانت كتمنى فرص حقيقيه ديالها، كتقول لي وسيله انا راني خفت نشرف وما نلعبش الدور ديال شابه. انا هذه عمري نساها. تخيل واحد وصل 10 سنين وهو متخرج وكثر، كتقول لي ناري انا بديت كنكبر وانا دابا ما لعبتش بنت كتقرا في الليسي، انا مازال ما لعبتش شابه. ناري عندك ينشرف عاد تعطاني فرصتي ونبقى نخدم غير داك الشيء. مشات مسكينه الله يرحمها، وعندها واحد الغصه ومن غيرها كاينين بزاف. انا قلت لك دابا ناس سنين ومخرجين، زهير ايت بن جدي راك كتعرفوا غير على سبيل المثال للحصر، كاين بزاف بصح خاصنا خاصهم فرصه ديالهم، خاصهم ماشي مشكل جيبوا لنا هذوك ديال انستغرام. مي كانوا وحدين اللي بصح طوروا راسهم وقدروا يثبتوا انهم ممثلين ديال بصح، تحيه لهم، ولكن ماشي كل شيء. لا ماشي قاعده زعما بكل صدق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.